مثلا بالخير تتجلى أخلاقنا المثلى بالخير تتجلى معها في تمكين الموعد الأغلى بالأمل فينا يرسم أمانينا زانت مراسينا بالموعد الأغلى زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. تمكين الأسرة، حياتنا تكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ويسعد مساكم مستمعي برنامج إذاعة أو برنامج إذاعة صعبة ذي برنامج تمكين الأسرة بإذاعة يو اف ام وعبر هذا الأثير نأتيكم على الهواء مباشرة كما عودناكم دائما وأبدا في برنامج تمكين الذي يأتيكم من خلال إنتاج مؤسسة العنود الخيرية ضمن رؤيتها التمكينية. هذا هو أحد أشكال التمكين في مؤسسة العنود الخيرية، أن نأتيكم عبر برنامج يجعل من حياتنا أكبر. هذا البرنامج الذي يأتيكم من إعداد زميلي الدكتور سعد النفيسة، يعني إن شاء الله قريبا هذا اللقب الجديد على معد البرنامج أبو عبد الرحمن، الله يوفقه إن شاء الله وسهل أمره، وأيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء الرائع دائما مشهور السهل، ومني محدثكم محمد الحسن، أطيب تحية ظهرية على أجواء صباح اليوم. يقولون أن أول مراحل العلاج هو الاعتراف بالمشكلة، يعني لما نقول عندنا مشاكل أسرية هذا لا يعني نحن قاعدين ننفخ في روح سلبية في المجتمع، لكن إحنا قاعدين نقول أنه في مشكلات أسرية تكون عندنا في بيوتنا، في تمكين الأسرة خلونا نتعرف عليها، نتمكن أكثر من حياتنا، نعرف وين مواطن الخلل في حياتنا، وين نقاط الضعف، وين السلبيات اللي ممكن أنها قاعدة تأثر في حياتنا من دون ما ندري، وأيضا نتعرف على سبل علاجها، طرق الوقاية منها. أسهل شيء في السيارة لما تكون في طريق سفر أنك تعرف أنه الإطار الهواء ناقص فيه أو الزيت عندك فيه مشكلة فيه، توقف وتصلحها. لكن المشكلة الأكبر لما يكون في مشكلة داخلية ما تعرف عنها في السيارة، لا فجأة قالت لك السيارة هذا مكاني، وقفت في مكان ما في خدمات، ما في إسعافات، ما في أي شيء. هذه الأسرة تماما ممكن يكون في شيء ينخر في جسدها من دون ما نشعر. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا دائما الرائع والمبدع اللي يعطينا من وقته وجهده وأيضا فكرة في هذا البرنامج، دكتور محمد بن مترك القحطاني، وكيل عمادة التقويم والجودة، وقبل ذلك هو أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مساك الله بخير دكتور. الله بالنور والسرور أستاذ محمد. في البداية أحب أن أشكرك على هذه المقدمة الرائعة وعلى الاستضافة يا أستاذ محمد. الله يخليك، الله شرف خير. شرف يا دكتور. واسمح لي أن أشكر برنامج تمكين برنامج تمكين ومؤسسة العنود الخيرية وجميع المعدين على رأسهم الدكتور سعد النفيسة بإذن الله، ورحب بأخواننا وأخواتنا السادة المستمعين، إن شاء الله تكون حلقة مفيدة وطيبة لهم بإذن الله. دكتور، في يعني تقرير عدلنا الزميل أبو عبد الرحمن سعد النفيسة في دقيقة أو دقيقة ونص نسمع، إذا كان لسه مو بجاهز طيب لين يجهز أجل نشوف. أنا شفتهم مسجلون قبل الهواء وصدقت حسب أنه خلص، ما يخالف إذا خلص ممكن أخذ بعد الفاصل. دكتور يعني خلني أبدأ من حدث اليوم، يعني خلني أبدأ من المشكلة اللي صاير اليومين هذه، ومنها ننطلق لمحاورنا معك يا دكتور. يعني قدامي أكثر من الصراحة 13 محور إن شاء الله نغطيها معك يا دكتور اليوم، لكن القصة اللي انتشرت اليومين هذه في حسابات رسمية أنه أب بطفاية السجائر حرق يد بنته بسبب أنه ما يبغاها تروح لأمها اللي هي طريقته، وأصبح ينتقم من هذه الطفلة عشان ما تروح لأمها بوسائل تعذيب لا إنسانية أعتقد ولا يمكن وصفها أبدا. كلنا شفنا صورة يد الطفلة، والآن القضية تنظر ضمن المدعي العام الله يعطيه ألف عافية اللي صعد هذا الموضوع في هذا التحقيق لردع مثل هذه الأشكال وكل من تسول له نفسه. أعتقد دكتور أنه يعني معادلة أن يكونوا الأطفال عشان يكونوا الأطفال عندنا
فاتورة تصفية حسابات بين الطليق وطليقته، هذه مشكلة كبيرة. تعليقك يا دكتور. بصراحة يعني أنا والله أتأسف للطفلة هذه على اللي صار لها، بس طبعا سلوك الأب يعني من نظرة تحليلية النفسية لسلوكه، هو استخدم معاها نوع احنا نسميه التنفيس الانفعالي، يعني هو متضايق مثلا من الزوجة أو متضايق من أهل الزوجة أو عنده ضغوطات نفسية معينة، فقام بعملية تفريغ للبنت هذه، وكان تفريغ الانفعالي بشكل سلبي لما حرق يدها بالطفاية أو عاقبها. خصوصا العقاب هذا من أخطر أنواع العقاب، احنا نسميه positive punishment، العقاب الإيجابي أو العقاب من الدرجة الأولى، اللي هو زي الحرق، زي العض، القرص، الضرب الشديد. وطبعا هذه الضرب والأمور هذه ترى تسبب يعني سلوكيات سلبية جدا جدا خطيرة في المستقبل، وخصوصا على نفسية وسلوك الأبناء. ممكن يتضررون فسيولوجيا أو جسميا زي ما تضررت البنت، ممكن تسبب لها كره للمجتمع، يكون عنده شخصية معادية للمجتمع بعدين، ممكن تصير تكره أبوها وتصير تكره الأسرة، ممكن تهرب من البيت، ممكن تولد استجابات يعني مفاجئة هما يتوقعها، ممكن تضربه، ممكن تنحاش، ممكن تجيها مشكلات نفسية، يجيها تبول لا إرادي. فدائما العقابات الشديدة واللي تكون مبنية على واللي تكون مبنية على غير أسس علمية، هذه تولد استجابات يعني سلبية في المستقبل. طيب دكتور، يعني معلش في النهاية يبقى هذا التصرف أعتقد أنه مهما حللناه نفسيا هو يعني مؤشر خطير. إحنا ما نقول إن شاء الله أنه منتشر، لكن حتى الإنسان ما يصل لهذه المرحلة، يعني أنا متأكد أن هذا الأب كان في مرحلة مراحل دكتور، وأنت صححني إذا كنت غلطان، أنه هو سوي صح، يعني بس مراحل يعني أول قشة يعني خلت البيت ينهار المشاكل الأسرية اللي صارت بينه وبين زوجته، اللي وصل الموضوع أنه يحرق يد بنته اللي أغلى الناس بالنسبة له عشان ما تروح لأمها. صحيح يا أستاذ محمد، أنا أشكرك طبعا على اختيار هذا الموضوع، اختيار موضوع المشكلات الأسرية، لأنه فعلا يعني من الموضوعات الشائكة واللي يعاني منها المجتمع. النقطة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع، بعض الآباء الأمهات، ما يثقفون أو ما يقرؤون في المراحل العمرية وخصائص المراحل العمرية لأبنائهم وبناتهم، مع أن الكتب مليانة في المكتبات، الإنترنت مليان، إحنا ندرس مقررات في الجامعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ويمكن أنت تعرفها يا أستاذ محمد، أنت جامعي ما شاء الله عليك ودرست زي علم نفس المراحل العمرية، علم النمو وغيره، فهذه يبين لك كل مرحلة إيش خصائصها، الطفولة إيش خصائصها، المراهقة إيش خصائصها، الرشد إيش خصائصها، وبناء على هذه الخصائص أنا كأب أو أم أو معلم أو مربي أو غيره أتعامل مع الابن أو البنت بناء على هذه الخصائص. المشكلة اللي صايرة الآن أن الآباء والأمهات ما يثقفوا نفسهم في هذه الخصائص، ولا يعرفوا يعني كيف يتعاملوا مع أبنائهم وبناتهم، وبنفس الوقت الأبناء يصدر منهم سلوكيات سلبية كردة فعل من الآباء والأمهات، إحنا نسميه فعل من نفس الإسقاط المرتد. يعني أنا الحين لما أتعامل مع البنت بشكل سيء مع بنتي، ممكن أنقدها أو أخطي عليها أو أسبها أو أضربها، حيصير عندها مثلا سلوك النفور من البيت أو النفور مني أو كرهي أو عدم مجالستي، فتحدث مشكلة أسرية. صح، أيوة تصير مشكلة، لا هي تبيني ولا أنا أبيها، ولا هي عارفة تعمل معي ولا أنا أتعامل معها، هذه مشكلة أسرية. ممتاز، بندخل على هذا الموضوع أكثر دكتور، ونتعرف وش الأسرة الصحية وش الأسرة غير الصحية، هذا سؤال رئيسي وكبير نبغى نسمع تعليق الدكتور عليه بعد الفاصل إن سمحت لي. وأيضا أذكر بوسائل الاتصال لكل من يسمعنا الآن يبغى يطرح استشارته على الدكتور محمد على الهواء من خلال الاتصال الهاتف في البرنامج 0841-049 أو الرسائل النصية STC 83433 موبايلي 6344 زين 7344. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. UFM UFM رياضة وأكثر وأكثر. مركز العنود للحماية الأسرية alanood.org.sa. بيتنا يكبر. عندما تكون قراراتك إلهاما فأنت جدير بمهابة تليق بك. ريتشي، مهابة تليق بك. الآن من موبايلي قم بزيارة أي من فروعنا واحصل على فرصة للفوز بسيارة BMW، رحلات لدبي بالإضافة إلى موبايلات آيفون 6. طريقك للجوائز تبدأ من فروعنا. موبايلي، ابتكر عالمك. الآن حمل تطبيق إذاعة UFM من خلال متجر أبل أو الأندرويد، واستمع واستمتع ببرامجنا. UFM Radio
UFM Radio. UFM. UFM. رياضة وأكثر. وأكثر. زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. تمكين الأسرة، حياتنا تكبر. أهلا بكم مستمعينا الكرام في تمكين الأسرة. اليوم نناقش موضوع المشكلات الأسرية وسبل علاجها مع الدكتور محمد بن مترك القحطاني، وكيل عمادة التقويم والجودة وأستاذ علم النفس المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 08-41-09، والرسائل النصية STC 834-33، موبايلي 634-4 زين 7-3-4-4. دكتور، في التقرير الآن جاهز معنا؟ أي تفضل. نبغى نسمع بعد إذنك ثم نعود لمواصلة حديثنا. أعطى التقرير المشهور لأنت. ينظر علماء التربية للأسرة على أنها تمثل المحضن الأول للتربية والنبع الخالص للعاطفة، وهي أولى المكونات الجماعية ذات التأثير المباشر في العلاقات الاجتماعية، فمن خلالها يكتسب الفرد أنماط التفكير والسلوك المختلفة عبر ما يمارسه ويلاحظه من سلوكيات، وعبر ما يعيشه في حياته اليومية بين أفراد عائلته. فكثير من المواقف والأفعال الإيجابية أو السلبية التي تصدر من أحد الأطراف ذات الأثر العميق على الأطراف الآخرين، ويشكل استقرار هذه العلاقات داخل الأسرة مطلبا وغاية للجميع، وحتى تصل هذه العلاقات إلى نقطة الاستقرار فإنها بحاجة لإيجاد نوع من الموائمة والتقارب بين الزوجين والأبناء، ومن خلال ذلك يمكن للجو الأسري أن يتسم بالدفء والتفاهم. وقد تتباين الرؤى وتتضارب الوجهات وتتصادم المشاعر، فيعجز أفراد الأسرة وخصوصا الزوجان في كثير من الأحيان عن المحافظة على توازن الأسرة والسيطرة عليها، وينشأ عن ذلك نوع من الصراع، فتظهر أشكال متعددة من المشكلات الأسرية توتر العلاقات داخل الأسرة، وهذا أمر طبيعي في أي علاقة زوجية مهما كانت مثالية. ومن هنا تتأكد أهمية تعرف الزوجين على الإجراءات الوقائية والممارسات التي تحفظ الاستقرار للأسرة وتنمي المودة بين أفرادها وتعزز العلاقات الإيجابية بين الزوجين والأسرة عموماً، والسبل التي يعالج من خلالها الزوجان ما قد يطرأ على حياتهما من سوء تفاهم أو مشاكل. تعليقك دكتور إذا تبغى تعلق سريعا على التقرير. أي بصراحة أنا أتفق معكم، التقرير جدا ممتاز، أن العلاقة الزوجية فعلا لها دور كبير في خلو الأسرة من المشكلات الأسرية، وأيضا العلاقة الزوجية لها دور كبير في دخول الأسرة في عدد كبير من المشكلات الزوجية. ممتاز. طرحنا سؤال قبل الفاصل دكتور ونبغى نسمع إجابته، الأسرة الصحية وش مقصود فيها؟ ممتاز. الأسرة الصحية طبعا هي اللي يكون فيها open communication، اللي هو يكون الاتصال فيها مفتوح، الاتصال يكون فيها clear واضح، أفراده يتحدثوا مع بعضهم البعض بشكل مستمر، يعني ما حد مزعل الثاني أو مخاصم الثاني، إذا صارت مشكلة يحلونها على طول، ما يخلونها تطول هذه المشكلة وتقعد بينهم فترات طويلة وأيام وأشهر، أفراده يستمعون البعض، الليدرشيب اللي هي القيادة في الأسرة تكون مشتركة، يعني مو من طرف واحد بس أنا اللي أعطي أوامر وأنت اللي تطيعين أو العكس، وأيضا يكون فيها بناء الثقة trust بين أفراد الأسرة، يعني أنا أثق ببنتي، بنتي تثق فيني، تثق في أخوها، أنا أثق فيهم، يكون فيها تقدير ذات، أقدر الأبناء والأبنات والبنات عن طريق تعزيزهم، تشجيعهم، الثناء عليهم، أيضا يكون فيها يعني استقلالية بين أفراد الأسرة، يعني ما أتدخل في شؤونهم أو هم يتدخلون في شؤون بعض. يعني ممتاز. يعني دكتور اليوم عشان يعني نقول نكون بصراحة شوي نتكلم اليوم، لما يقولون الناس يعني المشكلة لا تطول معكم، حلوها أول بأول، بس يقول لك بعد في صوت آخر بالذات مع من العلاقات الزوجية إنه يعني في مشاكل ما تنحل، في 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 نوع من نوع المشاكل ما تنحل بين يوم وليلة، فاضطر إني أنا أمشي الموضوع ويعني في المستقبل إن شاء الله نشوف. دائما هذا الصوت يعلو من الزوج ومن الزوجة، الزوجة تعاني والزوج يعاني، وهذه المشكلة بينهم ما هي صغيرة، اختلاف وجهة نظر على موضوع معين، ولكن ما في قناعة، بالتالي كيف يحلونها؟ صح والله سؤال ممتاز. هو يا أستاذ محمد طبعا الشيطان له دور
زي ما انت عارف يفرق بين المرء وزوجه لها دور في هذا الموضوع. ايضا في بعض الاساليب الطفليه يلجا لها الزوجين، احنا نسميه في علم النفس النكوص، انه مثل الصراخ، العناد، كل واحد يركب رايه. طبعا هذه الامور خطا، المفروض يعني نبدا في الزوج، خلينا نبدا في الزوج. الزوج يعني هو الرجل وهو القوامه على المراه، والقوامه هذه تكليف، يعني تكليف وليس تشريف. لابد ان الزوج يكون هادي، يسيطر على الامور، بعدين يجلس يتناقش هو وزوجته مثلا، يجيب ورقه وقلم ويجلس وياه يقول يلا احنا نبدأ في الحوار الآن، تبدي أنت ولا أبدأ أنا؟ خلاص إذا حد بدأ لا يقاطع الثاني، ولما تبدأ تتكلم يسجل بنقاط إيش الأشياء اللي هو يختلف معاه فيها، بعدين يبدأ يعلق عليها، ويكون بينهم الاحترام متبادل. يعني ما يجي يقول لا أنت ما أنت تكذبين، أهلك ما يستحون، سامحني على هذا التعبير، صح. أو شيء لا، يقول لك لا أنت يمكن ترى فهمتي قصدي غلط، يمكن أنت ما تتذكرين وش قلتي. يكون في احترام بينهم متبادل. بعد ما يكتب النقاط يحاولوا أنهم يصلوا لحل، يحاولوا يعتذروا البعض، أيضا يحاولوا يتناقشوا مع بعض بنية الصلح، مو يحاولوا يتناقشوا مع بعض بأنه يكيد للثاني، أنه هو يبغى يكيد لها ولا يتبغى تكيده. أيضا لما يتناقشوا مع بعض أساس يحلوا المشكلة هذه، هم عندهم إيشو الآن، عندهم مشكلة، لما يحاولوا يتناقشوا مع بعض ما يكون أمام الأبناء والبنات، يعني إما مثلا يكونوا بغرفتهم، أو يكونوا مثلا عندهم زيارة البنات أو الأبناء يعني في مكان معين، يجلسوا على انفراد. لأن إذا تناقشوا في المشكلة أمام الأبناء والبنات ممكن هو يصارخ على الأم أو يهاوشها أو شيء، فالبنات يشوفونه يهاوش أمهم فيزعلون منه، فيصيروا يكرهوه، عرفت شو أقصد؟ أو يصير عندهم ضغوط نفسية، يقول يا الله أمي حتطلق، بابا حيترك ماما، يقعدوا يفكروا، يصير عندهم قلق، وقلق امتحان، وما يقدروا يناموا، وخيالات. كل هذه الأشياء ترى بعض أفراد المجتمع للأسف يعني يجهلها. لازم نثقف، وأنا أشكر البرنامج بصراحة بأنه يعمل مثل الله هذا. شكر لك دكتور. خلي دكتور أتكلم بقصة واقعية يعني، ومنها أكيد دكتور لك تعليق. يعني واحد من الزملاء واجه مشكلة مع زوجته في بدايات زواجهم، وهو طبعا يعني هو مقر بالخطأ اللي هو فعله، ولكن أيضا كانت زوجته في مراحل حملها الأول، ولا زالوا في أول سنة مع بعض. فبالتالي أنا أكبرت في شيء واحد، أنه لو مع إقراره بالمشكلة ومع أن زوجته يعني يمكن زادت الكيلة شوية في تأنيبه والنقد عليه، وصعدت الموضوع وبعدته للمجتمع المحيط، إلا أنه هذا الرجل مع كل يعني كان، معليش دكتور سامح على التعبير، اليوم في لغة بين الشباب، كل ما طق عوده في حصات قال بطلق. أي والله يعني صار موضوع الطلاق سهل للأسف. صحيح. فهو مع هذا، هو يعني هذا قصة يعني قريبة، ما فضل موضوع الطلاق، بل قال صدقني كذا، يقول صدقني يا محمد أنا كنت أشوف بيتي ينهدم طوب طوب، مع أنه لسه متزوج. صح. يعني أنا استغربت أنه هذا التعظيم لهذا البيت، مع الحمد لله يعني صلحت أمورهم وطمطم الموضوع وعالج المشكلة ويعني وعد لا يعود، لكن مع ذلك أنا أكبرت فيه أنه يرى هذا البيت أنه يجب أن لا يمس. صح. وين هالروح يا دكتور؟ صحيح. شوفوا بيني وبينك، لازم على الأزواج وعلى الرجال والنساء اللي يسمعوني الآن، أن لما تواجههم مشكلة يحاولوا أن المشكلة ما تطول. يعني خلاص أنت عندك مشكلة اليوم، انهيها اليوم، بكرة. يعني هل مثلا لو عندك مشكلة في العمل أو عندك مشكلة مثلا في تجارتك، هل ممكن تخليها أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهرين؟ لا، حتحاول تحلها على طول، لأن هذا رزقك. فأنت فنفس الشيء البيت، يعني حاول إذا جتك مشكلة حاول قدر المستطاع أنك ما تروح تنام أو هي تنام إلا أنتم حلينا، إلا أنتم معتذرين البعض، إلا أنتم متنازلين البعض. حاولوا تسبقوا بعض يعني دائما بشكل عام، يعني أنا أنصح أي أحد يسبق بعض للصلح. أيضا لابد أنا أبغى الأخوان والأخوات ينتبهوا معي في هالنقطة، لابد أن لا تتشعب المشكلة. يعني مثلا أنا بيني وبين زوجتي مشكلة في موضوع معين، نتكلم في هذا الموضوع، مو تتشعب المشكلة، أجي أقول لها أنت أصلا أهلك عملوا كذا، وتقولها لا تتكلم على أهلي إلا أنت أمك قالت كذا، ونطلع من الموضوع اللي مشكلة بيني أنا وياها، ندخل في أهلها ولا في صديقاتها ولا في تتشعب. لا، أنت حجم المشكلة، لازم أنه حنا نحجمها مرة، نصغرها مرة علشان نحلها، ونبدأ دائما من الأشياء المتفق بيننا أنا وياها. أنا وياك نبدأ من الشيء المتفقين فيه. أول شيء نبدأ أن احنا متفقين أن هذه مشكلة، طيب هذا واحد. اثنين، نبدأ في الأشياء هذه، بعدين ننتقل للأشياء اللي نختلف فيها، ونحاول نقدم تنازلات ونلقى لها حل. يا سلام. طيب اليوم يعني ناس تكلموا كثير عن موضوع العلاج الأسري، المدري إيش عاج الأسري، يعني العلاج الأسري هذا دكتور كلمة دائم يعني احنا كغير مختصين أو كعوام تتكرر عليها هذه المشكلة. صح. لكن إيش مفهومها؟ مفهومها ببساطة يعني هي مجموعة من التقنيات الاستراتيجيات العلاجية يستخدمها المعالج الأسري لمساعدة الأسر لحل مشكلاتهم، وتعليم وتثقيف أفراد الأسر كيف يتخطوا هذه المشكلات.
يعني مثلا أنا أعطيك مثلا مشكلة عندنا من أنواع التربية إحنا نسميها أستاذ محمد over demanding، مطالب زائدة. يعني مثلا يجي الأب يقول للبنت لازم تجيب الأولى ولازم تجيب ممتاز ولازم تدخلي الطب ولازم تعملي، هذه يعني over demanding، مطالب زائدة. لما يسوي مطالب زائدة مع البنت ويعاملها بهذه الطريقة تروح البنت تنفر منها، مثلا تنفر من هذه الطريقة، يشعرها بقلق، تصير تكره، تصير ما تحبه. أو لما يكون مثلا أسلوب التنشئة الأسرية القائم على الريجكتينج اللي هو احنا نسميه الرفض، طيب، أو أسلوب التنشئة الأسرية القائم على مثلا أوفر بروتكشن اللي احنا نسميه الحماية الزائدة، لا تقولوا له شيء، لا حد يزعله، دلعوه، خلوه. هذه كلها أسلوب تنشئة أسرية تولد سلوكيات عند الأبناء، سلوكيات سلبية، فبالتالي تحدث مشكلة. ولما يصير سلوك سلبي يقول الأب أو الأم والله أنا عندي مشكلة مع أبنائي، أبنائي قاعدين يتصرفوا معي بهالطريقة، إيش السبب؟ السبب في التنشئة الأسرية. طيب معناته الموضوع متأصل. الموضوع أيوة، هم إذا راحوا المعالج أسري أو تثقفوا في وسائل الإعلام زي برنامجكم الجميل هذا، أو قروا جرائد، أو قروا مثلا أو في الإعلام أو في جوجل، أو اشتروا كتب في العلاج الأسري وفي التوافق الأسري، حيتثقف، حيصير يعرف كيف يتعامل مع أسرته، مع بنته، مع أبنائه، مع زوجته، أو يستشير. ما شاء الله مراكز العلاج الأسري كثيرة، يعني الواحد يستشير، ما في مانع. طيب من كلامك دكتور تكلم عن التنشئة، معناتها مشاكل تنشأ أحيانا من اللحظات الأولى لاقتران الزوجين، صح؟ يعني أسباب كثيرة. دكتور أنت برأيك ما هي أهم الإجراءات الوقائية من المشاكل بداية الحياة الزوجية؟ يعني الاختيار، النظر، الوضوح في الشروط، التوافق. مشكلة كثير من العيال اليوم إذا شاف الشوفة الشرعية وارتاح خلاص راحت كل الشروط. طيب يا حبيبي بكرة لا تصير مشاكل مشكلنا معك يعني. صح، أو يركز مثلا على الأشياء الخلقية اللي هو زي الظاهر بالضبط مع الجمال، جمال الروح في النهاية. أي صح صادق. إيش يبدك دكتور؟ أيوة طبعا إذا تبغى يعني أساسا نحل المشكلات الأسرية، يعني أول شيء في المشكلات الأسرية لازم زي ما تفضلت أنت أن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى فكرا وسلوكا، يعني من قبل الزواج. يعني قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث إلى نهايته فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللي صاير الآن لا، البنت تبغى واحد غني مثلا، ولا الولد يبغى واحدة بس جميلة مرة أو كذا، لا، أنت من البداية اختار صح. ايضا بعد الاختيار زي ما تفضلت يا استاذ محمد انه لابد انه بعد عمليه الاختيار انه يتم مراعاه الله سبحانه وتعالى في فكرنا وفي سلوكنا وفي اداء واجباتنا وحقوقنا للزوجين، يعني لكل الطرفين لابد ان يراعوا هذا الشيء، مو انه بس انت الزواج انتهى. ايضا لابد ان يكون في هناك بناء اخلاقي للاسره، غرس القيم الاخلاقيه في سلوك ابنائنا وبناتنا. ايضا لابد ان نعامل الزوجه بشكل مؤدب وبشكل محترم، يعني قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، مو إذا سوت غلط أو سوت شيء الله يعزك يقعد يقول والله المرأة بدالها مرأة ويخطي عليها. وأيضا الزوجة لابد أن تطيع زوجها، تمام، ولابد أن تكون العشرة بينهم أستاذ محمد يعني تبتغي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني مو أني أنا مثلا أحترم زوجتي علشان تسوي لي الأشياء هذه. طب إذا قصرت فيها، ما هي بني آدم، حيجي يوم تقصر أصير مثلا ما أحبها ولا ما أحترمها أو ما أقدرها، لا. وكمان الزوجة لابد أن تحترم الزوج وتطيعه، مو فقط علشان يقدم لها أشياء، لا، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى. إذا وضعوا هذا الشيء في الأساس الأمور بتمشي إن شاء الله بشكل جيد. أيضا إذا كان عند الأسرة أو أحد أفرادها مشكلة نفسية، أنا أرى أنهم لابد أنهم يحلونها، لأن ترى أنت زي ما أنت عارف أن المشكلات النفسية، المشكلة النفسية يعني تسبب عدم توازن في سلوك الفرد وعدم تفاعله بشكل جيد يعني مع الأسرة ومع أفراد المجتمع، وهذه ما تحقق التربية السوية. لابد أيضا على الوالدين أنهم يستشعروا المسؤولية في تربية الأبناء، يعني تعرف بعض الآباء والأمهات والله ما يدرون عن أبنائهم قاعدين يسوون، أو كل واحد يرمي على الثاني. والحين بعد الجوالات على قولة واحد اللي يقول رجعت لقيت فلان شعره طاير، واللي يقول ما أدري إيش وذا فلان ما ذاكر، وفلان طلع عمره 30. فعلا في التقنية محور هام بتكلم عنه بعد الفاصل دكتور. استأذنك فاصل. وأيضا عبارة جميلة من مجد في تويتر تقول ليس معقولا أن تكون هناك أسرة تعيش بلا اضطرابات ولكن تعتبر من الذكريات المضحكة إذا تمت معالجتها قبل تطورها. ممتاز، هذه تغريدة جميلة نختم فيها قبل الفاصل، ثم نعود لمواصلة حديثنا معك دكتور محمد وأيضا مع المستمعين، انتظرونا. زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. UFM رياضة وأكثر.
مؤسسة العنود الخيرية، نستثمر أوقافنا بكفاءة لمنح المستحقين الرعاية والتمكين. للتواصل alanood.org.sa. حياتنا تكبر. ألو عبدالله، كلمت مطاعم رومانسية عشان الضيوف؟ لا. وشو؟ طلبت عن طريق تطبيقهم. طلع أسهل لي، حمليه على جوالك الآن. حمل تطبيق الرومانسية على جوالك واطلب أشهى الأكلات السعودية بأسهل الطرق. الرقي، الأناقة، الدقة، ثوب السفير، اختيار الشباب. ياهو، وش في صاحبنا ساحب علينا؟ هذه حالته من عقب ما أكل الدجاج الفاخر، مو بمعطينا وجه يا كابتن. خلاص يا رجال خلك منه وقول لي بس وش الجديد. دومينوز تقدم قطع من الدجاج الفاخر مع طبقة من جبنة الموزاريلا وتشكيلة متنوعة من الإضافات الأخرى. الدجاج الفاخر طعم ما له آخر. تابعونا على تويتر @UFMRadio. مع النخبة ألتقي المستمعين وأستعرض أبرز ما تداولته الصحافة. نتعمق في الأخبار ونتقبل وجهات النظر، وأقول دائما هذه آراء الضيوف، اقبل منها ما تشاء وارفض ما شئت فيما شئت. يوميا عند الثانية والنصف ما عدا الجمعة. عبد الرحمن الحميدي. بعد جرس الإغلاق ننطلق في تغطيتنا لأهم الأحداث والتغيرات في أسواق المال. نستضيف المحللين وكتاب الرأي الاقتصادي كل يوم ما عدا الجمعة والسبت عند 3:30 مساء مع منال مباشر يوم. مكة المكرمة 95.8. 95.8 UFM. UFM رياضة وأكثر وأكثر. زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. تمكين الأسرة، حياتنا تكبر. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جزئنا الثالث تمكين الأسرة. اليوم نناقش فيه موضوع المشكلات الأسرية وسبل علاجها مع الدكتور محمد بن مترك القحطاني، وكيل عمادة التقويم والجودة وأستاذ علم النفس المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أجدد الترحيب بك دكتور محمد مرة أخرى. الله يحييك أستاذ محمد. وأيضا بمستمعينا من خلال هاتف البرنامج لمن أراد طرح استشارته على الضيف هنا في البرنامج 0841-0049 أو الرسائل النصية STC 834-33 موبايل 634-7344. ويعطيهم العافية، مسوين سوفتوير جديد للسيستم في السمس مدلعينا، إن شاء الله أنه أوضح وما يضيع شيء من اللي راح. دكتور، يعني كنا نتناقش عن قضية مهمة جدا هي التقنية. هل التقنية اليوم سبب من أسباب مشاكل أسرية في بيوتنا؟ هل هي قربت البعيد وبعدت القريب؟ وين موقعها من الإعراب؟ وأنت دكتور كان في حلقة الأخيرة معك كلام جميل جدا حول هذا الموضوع في تقنينه والاستفادة منها بشكل إيجابي. صح، ممتاز. ترى المواقع الاجتماعية زي أستاذ محمد زي ما تفضلت، إذا تم استخدامها بشكل كثير مرة وتسبب بصراحة عدد من المشكلات السلبية، من ضمنها المشكلات الأسرية. احنا عندنا ما يسمى مصطلح اسمه أرامل مواقع التواصل الاجتماعي. والله أرامل. يعني مثلا أعطيك مثال، الزوج 8 ساعات في الدوام، 8 ساعات نايم بالمتوسط، ساعة رايح جاي مثلا من البيت للدوام، من الدوام للبيت، يجي يقعد على النت أو يجي يقعد على مواقع التواصل الاجتماعي أو يجي يجلس على تويتر، الفيسبوك، الواتساب، اللي هو كذا. طب الزوجة صارت فعلا كأنها أرملة يعني بهالطريقة، أو العكس لما هي تترك مثلا أبنائها وبناتها أو زوجها تقدر تشتغل على مواقع التواصل، هذا تسبب مشكلة أسرية. هذا بين الزوج والزوج، هذاك عن الأبناء. الأبناء مشكلة أعظم،
الأبناء كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تسبب عند الطفل أو البنت الصغيرة أو الابن الصغير تسبب عنده شخصية انطوائية، وحتى تسبب عنده ضعف في القدرة اللفظية واللغوية والكتابية. شخصية انطوائية أنه دائما هو منعزل، ما يجلس مع أهله، ما يتكلم مع أهله، وإذا جلس معهم بس جسم بس عقله مو معهم، تضعف عنده القدرة اللفظية، ما يتكلم ما يتفاعل مع الآخرين، طول شغله بالجوال، سبب عنده مشكلة كتابية كمان، يعني ما يعرف يكتب، لأن الجوال زي ما أنت عارف في برامج تصحح لك الكتابة وفي برامج تعطيك رموز للكتابة، فهذه كلها تسبب سلوكيات غير مرغوبة فيها وبالتالي تسبب مشكلة أسرية إذا تم استخدامها بشكل كبير طبعا، يعني أما بشكل معقول لا عادي مقنن يعني. يعني أنا أقترح إنه يقننوا الشغلة، إنه يحطونها بوقت مرتب، يعني ما يستخدم على طول، تقننها لك. دكتور، الحياة تتعدد فيها وسائل الخدمات وابتكارات وتزيد معها مشاكل الإنسان، يعني البيوت الزوجية ليست معزلة عن هذه المشاكل اللي تتزايد، لكن برأي دكتور أنت خلال خبرتكم ما هي أهم أسباب المشكلات الأسرية اللي قاعدة تصير؟ يعني إحنا قبل شوي تكلمنا عن شيء وبعدين نتكلم عن التقنية، لكن الأسباب الحقيقية في مشاكل الأسرة اليوم إيش هي؟ بصراحة سؤال جيد ومهم. من ضمن هذه الأسباب أو من أهم هذه الأسباب قصور بالنواحي الدينية، ضعف الوازع الديني مثلا، عدم الذكر، الصلاة، الاستغفار، الدعاء. يعني قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، صدق الله العظيم. خلاص واضحة، يعني البيت اللي ما في ذكر، ما في صلاة، ما في استغفار، ما في دعاء، ترى حتصير فيه مشكلات، يعني وإذا ما صارت فيه مشكلات حتصير العيشة فيه يعني ضنك، ما الواحد يرتاح نفسيا ولا فيه انشراح الصدر. أيضا الجهل بالدين الإسلامي، جهل الزوج والزوجة بحقوقهم وواجباتهم ومراعاتهم، أيضا تأثير وسائل الإعلام السلبي، ممكن وسائل الإعلام السلبي الآن يخلي الزوجة مثلا تسوي سلوكيات سيئة لزوجها، أو العكس أن الزوج يسوي سلوكيات سيئة مع يعني لزوجته مثل الخيانة الزوجية وغيرها. أيضا في من ضمن الأسباب قصور بالنواحي الأخلاقية، يعني صار بين الأزواج الآن تغلب الماديات، تسيطر المصالح الشخصية، يغلب فيها سوء الخلق مثل عدم الحلم، الغيبة، النميمة، الأنانية بين أفراد الأسرة، عدم احترام بعض. وكمان عندك الجوانب النفسية برضه لها سبب من أو تكون سبب من أسباب المشكلات الأسرية، يعني زي الصحة النفسية لها دور كبير، اختلاف التفكير العاطفي بين الزوجين والأسرة الواحدة، ضغوط الحياة، النواحي التربوية زي مثلا جماعة الأقارب الأقران، عدم الاهتمام بمن يماشي الابن وإيش يعلمونه وكذا، تنشأ الأسرية الخاطئة. كل هذه الأسباب يعني تسبب مشاكل أسرية بصراحة كبيرة يعني. دكتور، يعني حتى في هالإطار هذا لا شك أنه في طرق حديثة اليوم لمعالجة المشكلات الأسرية، يعني في ناس اليوم إذا حس أن في مشكلة في الأسرة في البيت معناتها خلاص يعني الأسرة في خطر، والمشاكل يمكن تكون باب الحياة يعني منتهية، لكن في ناس يقول ترى المشاكل هي ملح الحياة، صح، والمشاكل باب الحياة سعيدة وهانئة، في تضارب في هذا القول هذا. نعم ممتاز، يعني الطرق الحديثة أول شيء يقول لك لابد أن عند الشخص يكون عنده مرونة في التفكير، فلونسي، أنك تكون مرن، يعني ما تكون ريجد أو عندك ريجدتي يعني مرة قاسي، لا تكون مرن للزوج والزوجة، مرن أنه معنى أنك تتفهم وجهة نظر الشخص الآخر. اللي قاعد يصير عندنا احنا نسميه مصطلح في علم النفس التمركز حول الذات، الواحد جالس ينظر من منظوره هو بس، ما هو قاعد ينظر من منظور الآخر، لا أنت ضع نفسك مكان الآخر. يعني مثلا زوجتي اختلفت معي طبيعي، هي أو هي تختلف معايا وأنا أختلف معها طبيعي، لأننا سبحان الله ننحدر من ثقافات مختلفة، من أسر مختلفة، طبايع مختلفة، شخصيات مختلفة، فهذا طبيعي. إذا أول شيء لابد أن يكون عندنا مرونة، اثنين لابد أن نؤمن بأن جميع الأسر عندهم مشكلات أسرية، ثلاثة لازم نعرف كيف نتعامل مع هذه المشكلات. نعرف كيف نتعامل مع هذه المشكلات عن طريق القراءة، عن طريق مشاهدة وسائل الإعلام اللي زي برنامجكم هذا مثلا، أو قراءة بعض المقالات أو الصحف أو الكتب اللي تتكلم عن المشكلات الأسرية وكيفية علاجها، قراءة وتثقيف النفس عن المراحل العمرية المعينة، كل مرحلة لها خصائص أساس نعرف إحنا كيف نعالجها. أيضا لابد أن يكون عندنا دافع داخلي لحل المشكلات ولعلاجها وليس لتضخيمها، يعني في نية صادقة للحل مو بسواليف. أيوة زي ما يقولك بالعامة أبو نية يغلب أبو نيتين، ها صح. يعني الواحد لما يجي مثلا يقعد مع الزوجة أو الزوجة تقعد مع الزوج تجي على نية الصلح، تجلس معها على نية أنها تبي تحل المشكلة وعلى نية الصلح، ما تجلس معها مثلا على نية أنها تبغى تكيد له أو تبغى تضايقه أو تبغى مثلا تمسك عليه أو العكس.
يعني أو العكس صحيح. أيضا لابد من الأسر أنه يكون عنده استشارات، ما يمنع يعني واحد مثلا واجه مشكلة معينة ما يمنع أنه يستشير. أنت لو الواحد عنده صوت في السيارة يروح يستشير ميكانيكي أو مهندس أو شيء، ما يمنع أن الأسرة أنه يكون عندها مستشار مثلا أسري تثق فيه، يعني يعلمهم بس كيف يتعاملوا مع هذه المشكلات أساس يتخطونها يعني. طيب دكتور، هذه أكيد بلا شك أن يعني النية مهمة والنية مطية زي ما يقولون دائما الناس. أنا بعد شوية بفتح المجال لكل من المستمعين صراحة، لأن بس باقي معي المحور الأخير هذا، بقفل مع الدكتور ثم أبدأ بطرح استشاراتكم من خلال اتصالكم المباشر سواء على 0841 أو 049 أو الرسائل النصية STC 83433 موبايل 6344 زين 7344، وأيضا حساب مؤسسة العنود وإذاعة UFM على تويتر وتابعوا هنا. الدكتور يقول يعني في النهاية في مستشارين كثر تقديم الاستشارات، ولكن هل كل من سمي مستشار اليوم دكتور يمكن يقدم ما يخدم الأسرة؟ لأن المجال اليوم دخل فيه من هو يعني ضعيف وعلميا وتخصصيا وربما تسبب فيه مشكلات مضاعفة لهالموضوع. تعليق يا دكتور أنت حكم أنك مختص وقريب من هذا الموضوع. أي صحيح صحيح، ترى إحنا لازم نتحرى الدقة في بعض يعني بعض اللي أنا سمعت زي ما تفضلت يا أستاذ محمد، أن البعض يعني في المستشارين الأسريين أصلا يمكن ما هو مؤهل تأهيل جيد، أو يمكن تأهيله مثلا يعني ضعيف المصداقية أو غير متخصص، فلا بد أنه يعني حتى في المستشارين الأسريين أول شيء هم نفسهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعملوا في المجال اللي هو لهم، وأيضا لا بد على الأهل والأقارب والأسر اللي عندها استشارات أسرية أن تستشير وتتحقق من الأشخاص أهل العلم. يعني أعطيك مثال، عندنا من ضمن الحلول للمشكلات الأسرية اللي إحنا نسميها problem labeling اللي هو عنونة المشكلات. الأسر الآن ما هو عارف وش المشكلة، لا أنت اجلس واكتب ورقة وقلم أنت وياها، حدد المشكلة. أنا مشكلتي أنا وياكي مثلا المصروف، مشكلتي أنا وياكي كذا، حدد المشكلة بعدين بعد ما تسوي لها labeling تضع لها حلول. مع الأبناء والبنات ممكن تسوي معهم behavior contract اللي هو العقد السلوكي، تعال يا ابني اجلس، هذا عقد بيني أنا وياك نكتبه، إذا أنت عملت هذه الأشياء أنا حاعطيك هذه المعززات، إذا أنت ما عملت هذه الأشياء معليش سامحني أنا حضطر أني مثلا أشيل عنك بعض هذه المعززات مثلا. يعني هذه من ضمن الأمثلة يعني نحن نسويها لتعديل سلوك الأبناء والبنات إلى شكل إيجابي. فلا بد الاستشارة ترى حتنور الواحد، وما فيها شيء الواحد يتعلم إلى الآن والله، حتى وإحنا متخصصين نسافر ونحضر مؤتمرات ونحضر دورات ونحضر ونقرأ كتب وحنا عارفين الكلامات، ولكن أساس الواحد يتعلم ويستزيد. لأن العلم لا يقف دكتور من المحبرة إلى المقبرة كما يقولون. نعم نعم. أختم قبل الفاصل، التيبي يقول أو تقول المنزل بدون مشاكل تهم المستقبل هو منزل ممل لا يسكنه إلا أجساد باردة، والمشاكل على أسباب سطحية بالطبع هي جحيم للمنزل. أي صحيح كلامها، طبعا هو منزل بدون مشاكل أنا ما أعتقد، لأن سبحان الله زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان احنا يعني بشر، وفي النهاية البشر ينحدرون من ثقافات مختلفة، ينحدرون من شخصيات مختلفة، ينحدرون من سمات مختلفة، ففي مشاكل، ولكن في مشاكل بسيطة، اختلاف في وجهات النظر، حوار، بس في مشاكل صعبة، يعني هذه المشاكل الصعبة هي اللي تحتاج إلى حل. أما مثلا اختلافات بسيطة ومناقشات بسيطة هذه لا تعد مشاكل، بل بالعكس هذه عادية والجميع مثلا يمر فيها يعني. ممتاز أستاذنك، فاصل أخير دكتور بعده نفتح المجال لكل مستمعينا، أبدأ بتويتر لأنه هو يعني الأسرع، ثم رسائل نصية والاتصالات على هاتف البرنامج 0841-049 أو رسائلكم النصية لمشتركي STC 83433 موبايلي 6344 زين 7344، وبالتمكين حياتنا تكبر. زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. UFM رياضة وأكثر. مركز العنود لتنمية الطفل شدن هو مركز يعنى بتمكين وتنمية الطفل من سن 5 سنوات وحتى سن 15، بتقديمه للبرامج والخدمات التي تصب في بناء قدرات الأطفال ومن يرعاهم، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في نمذجتها واختبارها
وتطبيقها بأكثر الطرق كفاءة وفعالية. برامج ومشاريع، تدريب، مؤلفات مقروءة ومرئية وسمعية، تطوع، دعم مبادرات تنمية الطفل. لمعرفة المزيد عنها زوروا الموقع الإلكتروني www.shadan.org أو حسابات المركز في مواقع التواصل الاجتماعي. الرقي، الأناقة، الدقة، ثوب السفير، اختيار الشباب. مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، إشراف هندسي على كل التفاصيل وضمانات تؤكد جودة التنفيذ. اشتر راحة بالك. 9-2001-40-40. كن أول من يحصل على أحدث تكنولوجيا مع مكتبة جرير. هاتف HTC M9، الهاتف الذكي الذي يلفت الأنظار. تصميم معدني أنيق وجذاب. شاشة 5 إنش فول HD، رباعي النواة، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بت. كاميرا خلفية 20 ميجا وأمامية 4 ألترا بيكسل بصوت استيريو عالي الوضوح. مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة. UFM رياضة وأكثر وأكثر. زانت مراسينا في الموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية. تمكين الأسرة، حياتنا تكبر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى جزءنا الأخير في تمكين الأسرة. اليوم نتناقش حول موضوع المشكلات الأسرية وسبل علاجها مع أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الإمام ووكيل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام الدكتور محمد بن مترك القحطاني. وأنتم أيضا مستمعينا ومتابعينا لكم حقية المشاركة معنا من خلال هاتف البرنامج 0841-049 ورسائلكم النصية على STC 83433، موبايلي 6-3-4-4 زين 7-3-4-4. هذا الجزء المتبقي من البرنامج هو خصيصا لكم أنتم مستمعي ومتابعي البرنامج. دكتور أستأذنك في أول اتصال بعد إذنك. أي تفضل. حياك الله أخوي لفاي. لفاي يسمعنا ولا لسه؟ طيب لفاي حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساك الله بالضل العافية، الله يحييك. بس عليك وعلى ضيفك الدكتور، الله يوفقكم ان شاء آمين الله. امين وياك. انت آمين. انت لفاي خوينا، صوتك مو غريب. اي نعم 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 ونعم ونعم نعم. حياك الله حياك الله حياك الله. يا هلا والله وسهلا. طبعا اكيد الناس يعرفونك، اعرفك على الدكتور. الدكتور لفاي هو احد قصص النجاح في برنامج حكايتي قبل اكثر من سنتين او ثلاث. ما شاء الله. بدا يعني من العسكريه وانتهى بالحال عضو هيئه التدريس في جامعه تبوك اعتقد، صحيح؟ اي نعم. قصتك موجوده طبعا في اليوتيوب، وانت اشهر من ان تعرف. تفضل اخوي لفاي. الله يعطيك العافيه استاذ محمد. طبعا والله احنا نشكر المركز الامير العنود هذه المبادرات وهذه المشاريع اللي والله ليست في الاذاعه فقط وانما ايضا على ارض الواقع، وانا احد المساهمين يعني فيها باستمرار في حال المملكه، فشكرا لكم. اما لك. بالنسبه لموضوع اليوم، طبعا الحياه الزوجيه انا والله اقولها للزملاء والاقارب اللي حولي، الحياه الزوجيه فن، يعني من استطاع يعني ان يتعامل معها بفن فهو سيعيش يعني اسعد لحظات حياته. صحيح. القضية كلها فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والله عز وجل يقول من عفا واصلح فاجره على الله. كل بني ادم، ولكن لو اخذنا القاعدة الاخرى العفو والاصلاح وتنازل الرجل وتنازلة المرأة لعشنا في حياة يعني 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 جميلة جدا جدا جدا، ولا يلمس هذه الحياة الا شخص يعني عاشها. وانا الدكتور قبل شوي يقول يعني المشاكل في المنازل يعني قد لا يخلو بيت. أنا ولله الحمد يعني على مستوى بيتي أنا وزوجتي، أنا يمكن من 7 سنوات لم أختلف مع زوجتي ولو نصف دقيقة ولله الحمد، ولم نزعل على بعض، لكن يعني يعني نتفاهم ونعرف إني لو أخطأت أنا هي تتنازل، لو أخطأت هي أنا أيضا أتنازل. جميل. أتمنى من الشباب اللي يعني المقبلين على الزواج أو اللي توهم متزوجوا الآن أو الأسر عامة أن نتنازل فقط. إذا تنازلنا يعني أنت في النهاية تتعامل مع بشر، المرأة تتعامل مع بشر وأنت تتعامل أيضا مع مرأة. أنت لو أخطأت على شخص مرة مرتين ثلاث أربع هتحس تقول يا أخي الشخص هذا
أنا غلطت عليه كثير، فترجع لنفسك. فالمرأة أيضا نفس الطريقة، إذا أنت شككت مرة مرتين أو عفيت مرة مرتين، هي أيضا ترجع لنفسك تقول طيب عفى مرة مرتين ثلاثة، يعني أنا لا يمكن أستمر في الشيء هذا. صحيح صحيح، الله يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك لفاية، الله يعطيك العافية، ما قصرت بداخل الرأي، شكرا لك، الله يحييك. أبو سعيد حياك الله. أبو سعود، أبو سعود، أبو سعود، ونعم والله، الله يحييك. هلا هلا بك. هلا والله، الله يحييك. ممكن أكلم الدكتور؟ يسمعك. إي الله يحييك أبو سعود، تفضل. هلا والله بك. أنا عندي مشكلة يا دكتور، اللي هي أني أنا متزوج من بنت عمي، زين؟ إي. فيا دكتور، طبعا إذا صارت مشكلة بيننا تكبر كثيرة المشكلة، يعني أهلها يتدخلون، أهلي يتدخلون. إذا صارت المشكلة بيننا يعني ما تكبر، فهي لما تروح عند أهلها وش. أبو سعود والله استشارة مهمة. أيوة. رجعوا لي بطريقة مشهور. لين رجعوا لي دكتور، يعني واضح من أوليات السؤال، يمكن لفاية عقب تعقيب سريع، واضح في معالم من استشارته يعني. أي ممتاز. بالنسبة للأخ لفاي اللي هو في بداية الحلقة، طبعا أنا بس تنويها، أتفق معاه أن الحياة الزوجية فن، وأنا من عفا وأصلح فأنا أجر على الله، وكلامه جميل صحيح. بس تنويها أن أنا لما قلت أنا ما في بيت إلا وفيه، قد يكون فيه جانب بسيط من الاختلافات تمتد من الأشياء البسيطة في الحوار وكذا، وتمتد إلى الأشياء الصعبة فعلا. يعني مو أن كل بيت فيه مشاكل أسرية، لا، مو كل بيت في مشاكل سرية، ولكن في بعض الأحيان تكون في اختلافات في وجهة النظر. هذا شيء طبيعي وصحي، لأن احنا بشر وننحدر من شخصيات مختلفة وسمات مختلفة، وهذه ما تعتبر مشاكل أصلا. ولكن في بعض الأسر أو بعض البيوت فيها مشاكل، هنا تحتاج إلى وقفة وإلى علاج. بالنسبة لأبو سعود لما يقول أن في المشكلة بيني وبين بنت عمي اللي هو زوجته دائما تكبر المشكلة، لو تلاحظ يا أستاذ محمد، احنا قلنا في بداية الحلقة أو قبل الفاصل أنه من فنيات العلاج الأسري أن احنا نسوي problem labeling، اللي هو عنونة المشكلة أو تحجيم المشكلة، أنه لابد أن يحدد مواقعها. أيوة ممتاز، أن احنا نحدد المشكلة أنا وياها، وبناء على تحديدنا لهذه المشكلة نضع نيتنا للصلح ونقوم بحل هذه المشكلة. زي مثلا أنت يكون عندك نية أنك تشتري سيارة، بس الآن عندك مشكلة تختار أبيض ولا أسود، يعني اللون، عرفت؟ بس أيوة. أنت نيتك خلاص حتشتري السيارة. فإحنا أنا أشبه للأخوان والأخوات، يعني كنت داري عني يا دكتور اللي شهرين مش السيارة ما قدرت، يعني يبغى لنا استشارة يا دكتور. الله الله. لكن فعلا يعني أنا اللي لفت انتباهي أبو سعود يقول إن مشكلة دائما صغيرة، ما يعني يقول، هو يقول يعني قبل شوي بتعبير قبل ما نقطع الخط معه، انه اذا صارت بيننا ما كبرت، واذا طلعت برا كبرت. صح. وهذا زواج الاقارب يا دكتور، اعتقد لازم الدكتور انه في اضاءات لهم غير اضاءات للناس المتزوجين من بعيد يعني. ايوه صحيح. انا حتى انصح الاخوه والاخوات ان قدر المستطاع ان اذا كانوا اقارب لاشخاص عندهم مشاكل اسريه انهم لا يتدخلون، واذا بيتدخلون يتدخلوا بالمعروف وبحدود معينه، يعني قدر المستطاع، ويتقوا الله في ذلك. يعني لأن بتدخل الأمور وقال وقلت وما أدري إيش، يعني الواحد يتدخل مثلا في مساعدة الآخر أو في حل مشكلته، له الصفات وله شروط، أنه يكون حكيم، يكون رزين، يكون عاقل، عنده خبرة، ويتق الله سبحانه وتعالى، وما يكون عنده أهداف أخرى غير هذه. وإحنا قدر المستطاع أن نحاول البيوت أسرار، قدر المستطاع الواحد يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة أن المشكلات إذا واجهته مشكلات يحلها أول بأول، على أساس ينام مرتاح وتنتهي أموره ولا يخليها تتراكم أو تطول عليه. يا سلام. وأنا أذكر مثال واحد مرة في الحلقات الماضية ذكر هذا المثال، قال أنه مفروض الزوج والزوجة مثل فريقين في الملعب، وأهاليهم مثل الجمهور يستمتعون باللعب. صحيح مرة يجي يقول هنا ومرة يجي يقول هنا، ويمكن يصير الزعل هنا أو الزعل هنا، لكن في النهاية الجمهور ما يتدخل. أي صح. وهذه اليوم معادلة، يعني زي ما قال لفاي إن الحياة فن. أيوة. إذا قدر الواحد يفهم بيستمتع فيها. دكتور أبغى أختم معك في آخر استشارة معنا، عشان بس ما يضيق معنا الوقت. يقول إذا وصلت المشكلات مراحل متقدمة، كيف يضبط الزوجان مسألة تدخل الأطراف الأخرى، الأهل، لجان الصلح، لحساسية مسألة التدخل ممكن تحل ممكن تدمر البيت؟ أي ممتاز، سؤال مهم وممتاز. اللي يحاول الزوجين قدر المستطاع أنهم يتفقوا على أشياء، يعني مثلا يتفق أنه مهما يصير بيني أنا وأنتي
مثلا لا تطلع الأمور للأهل أو لا تطلع الأمور لخارج الأسرة ويلتزمون بهذا الشيء. اللي يصير لا، مثلا تصير مشكلة بين الزوج والزوجة، يجي الزوج مثلا يحقد مثلا، سمحنا هذا التعبير، أو يزعل يروح مثلا يوقف المصروف أو يروح يقصر في أمور معينة، أو هي نفس الشيء مثلا تصير مشكلة وتروح تقصر في أمور معينة. لا، يكون أول شيء الهدف بينهم أو العشرة اللي بينهم هي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني تكون العشرة بينهم عشرة مودة ورحمة وسكنة لبعض. بعد ذلك إذا احتاجوا أنهم يدخلوا أحد يعني كوسيط، لا يدخلوا أي أحد، لازم أن يكون واحد حكيم، واحد ذو خلق عالي، واحد أيضا من كبار الأسرة، ويدخل في حدود معينة، مو في الصغيرة وفي الكبيرة كل شوي داخل واحد، يعني أيضا هذه أنا ما أحبذها أبدا. يعني الله يعطيك العافية دكتور محمد بن مترك القحطاني، وكيل عمال التقويم والجودة وأستاذ علم النفس المشارك بجامعة الإمام، كنت كما عودتنا دائما وأبدا، والله يديم عليك ما شاء الله هذا التألق والإبداع على الهواء. شكرا لك دكتور. الله يعطيك العافية وجزاك الله خير أستاذ محمد، وشاكر ومقدر لكم جميعا. الله يعطيك العافية. أيضا ممكنكم أنتم مستمعين اللي ما قدرنا نستوعب كل الاستشارات نتواصل مع الدكتور في حساب على خلال تويتر DRALQAHTANY أو دكتور محمد بن مترك، ويطلع لكم حساب الدكتور في تويتر. ألتقيكم بشأة الله تعالى في حلقة جديدة غدا، تمكين الإرادة مع متحدي الإعاقة الطفل سعود العنزي، ضيفنا هنا في الاستوديو غدا يروي قصة تحديه للإعاقة في تمكين الإعاقة. إلى أن ألتقيكم غدا، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاقنا المثلى بالخير تتجلى، أخلاقنا المثلى بالخير تتجلى، نسمعها في تمكين للموعد الأغلى، بالأمل فينا يرسم أمانينا، زانت مراسينا بالموعد الأغلى، زانت مراسينا بالموعد الأغلى. هذا البرنامج من إنتاج مؤسسة العنود الخيرية.